يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كيف نجمع بين المحبة في قوله سبحانه إنك لا تهدي من أحببت لعمه أبي طالب، وبين قوله سبحانه لا تجد قوما يوادون من حاد الله ورسوله؟ إنك لا تهدي من أحببت، المفعول محذوف، تقديره من أحببت هدايته، من أحببت هدايته، أو يكون المراد الحب الطبيعي للحب الديني. نعم.